مقتل 3 محتجزين إسرائيليين بنيران صديقة. هذه النيران باتت كابوسا جديدا يلاحق الجيش الإسرائيلي، فبعد التحقيقات الأولية للجيش تم الكشف أن المحتجزين الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي عن طريق الخطأ في غزة كانوا يلوحون برايات بيضاء. تحقيق الجيش يقر بأن ما حدث يخالف قواعد الاشتباك، ولكن الجيش الإسرائيلي يبرر بأن الواقعة حدثت في منطقة قتال عنيف حيث يرتدي مقاتلو حماس زيا مدنيا. فأي تأثير لهذه الحادثة في الداخل الإسرائيلي، وإلى أي مدى يؤدي ذلك إلى زيادة الضغط على نتنياهو وحكومة الحرب؟ نناقش من القدس مع المستشار السابق في وزارة الدفاع الإسرائيلية ألون أفيتار. سيد ألون، بداية، كيف يمكن فهم ما جرى؟ 3 رهائن أو محتجزين إسرائيليين يرفعون رايات بيضاء ويتحدثون بالعبرية، يجري استهدافهم من قبل الجيش الإسرائيلي، كيف يمكن فهم ما حدث؟ حسب الفحص تبع الجيش في هذا الوقت، يعني أنا بقول إنه هذا فحص فوري من الساعات الأخيرة. نحن سمعنا كمان تصريحات رئيس الأركان يانسي ليفي بالنسبة للحدث وللفحص المهني اللي كان بعد الحدث. نحن فهمنين إنه الجنود في هذا الموقف كانوا يفكروا إنه أمامهم هم مش محتوفين، هم محاربين، هم ناشطين تبع حماس، هم موجودين في منطقة إلها صعوبات، في إشكاليات، هناك في توتر، وفي كمان جو عسكري في هذه المنطقة وفي هذا الوقت. والظروف اللي الجنود كانوا موجودين فيه، من ناحيتهم كل واحد اللي بجول قبالهم أو أمامهم أو بروح جنبهم هو بجوز يعني هو متبع لمجموعة حماس ومش كإسرائيلي. هي السبب المركزي من ناحيتهم، من ناحية التعليمات. سيد ألون، عذرا على المقاطعة، نذهب إلى المؤتمر الصحفي لدانيال هاجاري. والذي استخدم كمقر لحماس في جباليا، أوقفنا واعتقلنا أكثر من 80 مخربا، ولقد أوصلونا إلى أماكن فيها أسلحة، وقصفنا في غرب رفح، وهناك من تلك الأماكن هربوا أسلحة إلى غزة. هذا بالإضافة إلى الطائرات التي قصفت في جنوب لبنان خلايا المخربين وكذلك بنية تحتية، ولقد أطلقت مسيرات من لبنان وأحدها أصاب قواتنا، وللأسف قتل في واحد منها زخيريا بن مائي رحمه الله. سنستمر في قتل كل مخرب يحاول أن ينفذ إطلاق النار أو يتوغل في أراضينا، وسوف نضرب كل مقر لحزب الله وأي مكان تطلق منه النيران على إسرائيل. اليوم تذكرنا المشاركة مع حلفائنا بالأسطول 5 الأمريكي الذي يعمل في البحر الأحمر، والذي تصدى لأربعة مسيرات كانت بالقرب من اليمن والحديدة وأسقطها في البحر الأحمر. الأسطول 5 وهو يعمل مع سلاح الجو والاستخبارات، يبنون معا صورة، وهذا ما نصل إليه. والأسطول 5 يؤدي عمله في البحر الأحمر، بالإضافة إلى زيارة الجنرال غوريلا الذي زار الجيش وكان مع رئيس الأركان وقيم الوضع في المنطقة وتحدثوا عن أهم الأمور.
דנו בכל הנושאים האלה ובהמשך הלחימה. שאלות בבקשה. إذن نكتفي بهذا القدر من كلمة دانيال هاجر في التحديث اليومي للتطورات الميدانية في التصعيد في قطاع غزة بعد أكثر من 70 يوم إذن من هذه الحرب في قطاع غزة. إذن أعود إلى ضيفي سيد ألون أفيتار، هل ما تزال معي؟ نعم سيد ألون، كنا نتحدث عن حادثة مقتل الرهائن الإسرائيليين الثلاثة في الشجاعية في غزة عن طريق الخطأ، ولكن ذكرت أنه المسألة كانت ربما ملتبسة بالنظر إلى أنه المنطقة يعني يوجد فيها مقاتلي حماس، ولكن وسائل إعلام إسرائيلية قالت أنه أحدهم كان يستنجد باللغة العبرية ويعني كان هناك يعني مشهد من مرتبك فيما يتعلق بهذه العملية، فهل يعقل برأيك أن يتصرف الجنود الإسرائيليون بهذه الطريقة؟ ما الذي دفعهم إلى التصرف بهذه الطريقة بالأحرى؟ راح أحكي بتفاصيل بخطرك. الجنود اشتبوا إنه الفصيلة اللي رايحة قبلهم أو أمامهم متبعة لحماس، رغم العلم رفعوا علم وغرم رفعوا كمان اللبس الكميس صحيح تبعهم وكانوا يحكوا بالعبراني. بس هذا مش أول مرة إنه الجنود الإسرائيليين اجتمعوا أو رأوا في السابق نشيطين تبع حماس إنه كانوا يحكوا بالعبراني أو كانوا يحكوا ويتصرفوا زي مدنيين. هذا مش أول مرة. من ناحية الجنود حسب الظروف وحسب يعتمدوا على خبرة من السبيل السابقة خبرتهم إنه التوتر في هذه المنطقة هو توتر جدي وتوتر كبير. نعم. واشتبوا رغم كل الإشارات ورغم كل التطورات على الميدان كانوا اشتبوا انه هم متابعين لحماس. ولازم ناخذ عين الاعتبار انه مساله الوقت هي مهمه جدا. وقت الرد العسكري من ناحيه مثلا اطلاق نار او استخدام البندقيه او شيء زي هيك من ناحيه الجنود هو كثير جدا. نحن نحكي على دقيقه دقيقتين. اذا جزء من التحقيق كانت من النتائج يعني انه الجنود كانوا يفكروا انه اذا ما بتخوا الثلاث بتخوا الجنود، معناته ما في وقت كثير او عفوا ما في وقت طويل لعمل حسابات ونتائج وتفكير من الأول وإلى آخرين وفحص يعني فني وفحص عميق. الوقت للرد على طول من ناحية الجنود هو كثير جدا، بجوز نص دقيقة أو دقيقة مش أكثر من هيك. طيب ومرات في من ناحية الجنود كمان من ناحية الجيش الإسرائيلي مرات في غلطة عسكرية وغلطة فنية وغلطة مهنية. نعم، ولكن هذه الغلطة سيد ألون يعني هي غلطة فادحة بالنظر إلى الضغط الذي تشهده إسرائيل من قبل عائلات المحتجزين. نشهد تعاظما للضغط في إسرائيل من قبل عائلات هؤلاء المحتجزين، وأكيد عائلات هؤلاء المحتجزين الذين قتلوا بنيران إسرائيلية سيكونون يعني في مقدمة الضاغطين على حكومة نتنياهو. فكيف ترى أثر يعني استمرار احتجاز هؤلاء الرهائن والمحتجزين الإسرائيليين لأكثر من 70 يوما في طريقة تعاطي الحكومة الإسرائيلية مع ما يحدث في غزة؟ سؤال مهم في الوقت الغائن. بس أنا بقول لك إنه رغم النتائج الصعبة ورغم الحدث السيء اللي صار من ناحية إسرائيلية اليوم صباحا، هذا ما راح يأثر على القضية العامة. هذا ما راح يأثر على الصورة العامة أو على مسيرة اتحاد القرارات من ناحية الحكومة بالنسبة ل حال او محاولات لحل قضيه المحتوفين او ملف المحتوفين.
هذا ما يغير هذا الحدث، ما له تأثير جدي وجوهري واستراتيجي على مصالح وعلى السياسة الإسرائيلية بالنسبة لإعادة المحتوفين. رغم المصلحة المركزية لإعادة المحتوفين، ورغم أنه نحن نحكي على هدف استراتيجي بلا شك، من ناحية إسرائيلية إسرائيل ما تحصل أو ما بتكون موفقة إسرائيلية بسبب هذا الحدث لشروط حماس لإعادة المحتوفين. هي المقارنة. نعم، ولكن لماذا هذه المقاربة يا سيد ألون؟ سيد ألون، عائلات الرهائن بدأت ترفع الصوت عاليا وتقول أنه يجب وقف القتال وبدء المفاوضات لاستعادة ذويهم المحتجزين، لأنه واضح أنه 70 يوم من الحرب على غزة يقتل فيها الآلاف في غزة، ولكن ومنهم يقتل الرهائن أيضا، ومن خرجوا سابقا خرجوا في إطار صفقة. فلماذا عدم انتهاج طريق المفاوضات مرة أخرى ما دام هو الذي يؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن؟ بدي أوضح بخطرك الصورة الحقيقية في إسرائيل والجو. نحن موجودين وعايشين في دولة ديمقراطية، من ناحية العائلات المحتوفين إلهم كل الحق، إلهم كل الحقوق، إلهم كل الإمكانيات من شأن يرفعوا أصواتهم بشكل كبير بشكل جدي أسرع وأعلى اللي ممكن من ناحيتهم، وإذا بدهم يضغطوا مع كل القوات مع كل الجهود على الحكومة هذا مسموح، ما في أي منع من هذا النوع من هذا الشيء. بس لازم نأخذ بالاعتبار كمان إنه هذا الحادث أثر أكيد على الجو تبع والشعور على الشعور والمشاعر تبع العائلات، بس ما إله علاقة لموضوع العام. وأديني رغم كل الأشياء عائلات المحتوفين ما عندهم الصورة العامة وما عندهم المعلومات الاستخبارية اللي موجودة على طاولة الكيادين على طاولة مجلس الأمن الإسرائيلي. أذني الوزراء الكيادين زي بني غانز زي جدي أيزنكوت اللي اجتمعوا اليوم مع عائلات المحتوفين ناقشوا الموضوع العام مع العائلات المحتوفين ووضحوا الصورة العامة في هذا الاجتماع. إذا بس نحن سمعنا على فكرة جملة كثيرة سمعنا اليوم إنه من ناحية إسرائيل في مبادرة أو محاولة لتنسيق للاجتماع بين رئيس الموساد الإسرائيلي ورئيس حكومة قطر بهذا الموضوع. نعم، ربما ستكون هناك صفقة جديدة يعني؟ هذا متعلق بالاقتراح اللي راح يسمع رئيس الموساد. لحد هلا ما سمعنا أي اقتراح جديد من الجانب الثاني. نعم، ألون أفيتار المستشار السابق في وزارة الدفاع الإسرائيلية، شكرا لك من القدس. شكرا.